اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا صدمة الجماهير الرجوية، الجو مجو بكثافة من اجل باش ياخذوا تذاكر المباراة النهائية لكأس العرش، وقالوا اليوم خاصكم بطاقة ديال الاشتراك لهذه السنة هذه. بطبيعة الحال معنا اليوم عشرات ديال المشجعين والجماهير باش ياخذوا التذاكر ديالهم، ولكن مع الاسف لهاد الساعة يعني ما خذوا حتى شي حاجة بحكم انهم كيف ما قالوا انه جا بلاغ باش ياخذوا لهم التذاكر ديالهم، لكن مع الاسف جا وقالوا له ما تاخذوش التذاكر لانه الاسبقية كتكون او كيعطيوها غير صحاب التذاكر ديال الاشتراك ديال هاد السنة هذه. وطبعا يعني كمعلومه اسبقيه، طبعا دائما كتكون الاسبقيه للمدرج الجنوبي الكورفا سودز طبيعة الحال، والحصه الثانيه لحاملي بطاقات الاشتراك يعني ما تبقى كتوزع على عامه الجماهير. حيدينا منها يلا الشباب صحافة. درت لنا شكيبه تما برز. لا ما كنتش هنايا. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، طبعا الجماهير كلها هنا، العشرة ديال الجماهير طبعا بحضور الامن، كل وسائل يعني الامن، القوات المساعده، الامن الوطني موجودين هنايا بقوه من اجل طبعا تامين او سياره الامور بسلاسة. كما عارفين يعني دائما كيوقع يعني تفاديا باش ما يوقع على شغب او حتى شي حاجه. طبعا كما كتلاحظوا معنا طبعا الصدمه ديال الجماهير بقاو يعني في صدمه كبيره، الرجويين اللي جاوا بكثافه باش ياخذوا تذاكر المباراه النهائيه لكاس العرش، وقالوا اليوم خاصكم بطاقه اشتراك لهذه السنه. وطبعا كمعلومه اضافيه بالنسبه للناس اللي ما عارفين، دائما كتكون الاسبقيه للمدرج الجنوبي الكورفا السود، وطبعا الحصه الثانيه كتكون لحاملي بطاقه الاشتراك، وما تبقى من تذاكر كتبقى لصالح عامه الجماهير. كما كتلاحظوا معنا الجماهير يعني كاين انا بغينا نقولوا العشرات ديال الجماهير حاليا هنايا بالارجاء بالوازيس من امام المدرج اللي كيسحبوا منه التذاكر. كما كتلاحظوا معنا الامن حاضر هنايا بقوه وبكثافه من اجل تسيير الامور، تسيير الجماهير اللي واقفه هنايا طبعا اللي يمكن باش ما توقع حتى شي عرقله، لا سواء في الطريق ولا سواء بين بعضياتهم ما يوقع على شغب او حتى شي حاجه. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. السلام. نوردين نصور. لا طبعا الجماهير الرجوية لازالت مصدومة بالجنبات هنايا،
طبعا من امام كما كتلاحظوا معانا امام النادي ديال الرجاء البيضاوي. الجماهير الرجاويه مصدومه من اليوم كما كتعرفوا، جاو باش ياخذوا تذاكر المباراه النهائيه لكاس العرش، وقالوا لهم باللي خاصكم بطاقه الاشتراك ديال هذه السنه هذه. وطبعا هذه كمعلومه يعني راه معروفه هذه المعلومه هذه ديال انه دائما كتكون الاسبقيه للمدرج الجنوبي الكورفا السود، وطبعا الحصه الثانيه كتبقى الحامل بطاقه الاشتراك، وما تبقى من تذاكر كتوزع على عامه الجماهير. كما كنعرفوا انه الرجاء البيضاوي غادي يلعب في الفينال مع نهضه بركان يوم غد ان شاء الله بمدينه الرباط. طبعا حظ موفق لكلا الفريقين، سواء الرجاء البيضاوي ولا سواء كذلك نهضه بركان ضمن فعاليات كاس العرش. طبعا من امام نادي الرجاء البيضاوي كما كتلاحظوا معنا الجماهير في حاله صدمه في الباب او من امام ابواب نادي الرجاء البيضاوي كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام. وطبعا الامن مشكورين، كل العناصر الامنيه موجوده هنا سواء القوات المساعده او الامن الوطني حاضرين بكل قوه هنايا من اجل تسيير يعني الامور باش كل شيء يدوز على خير وبخير، ما يوقع لا شغب لا شي حاجه. وطبعا حتى طبعا الطريق ما توقعش فيها شي روينه وما يوقعش بلوكاج ديال الطريق. بكل صراحه بكل صدق لازم يعني الجماهير يكونوا عارفين يعني المعلومه الاساسيه اللي دائما يعني معروفه، واللي هي طبعا دائما كتكون اسبقيه للمدرج الجنوبي الكورفا السود. وطبعا كتبقى اكيد موراها كتجي في رتبه ثانيه لكل الجماهير اللي حاملين البطاقات الاشتراك، طبعا الاسبقيه بالترتيب. وما تبقى من التذاكر كي يتم توزيعها على عامة أو كافة الجماهير. فطبعا اللي بغى يجي قطع تذكرة هنا من نادي الرجاء البيضاوي فما عليه غي يجيب يعني البطاقة الاشتراك معاه.
فمشاهدينا الكرام، احنا كنتواجدوا من امام النادي الرجاء البيضاوي. طبعا كما كتلاحظوا معنا صدمة الجماهير، جاوا باش ياخذوا تذاكر مباراة نهائي لكأس العرش وقالوا لهم خاصكم بطاقة اشتراك لهذه السنة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على امل نلتقي بكم بث اخر باذن الله. الى اللقاء.